بعد الآن نسوي لها ري. هذه هنسوي لها ري، ما زالت رطبة، وهذه اللي ما شاء الله نسوي لها ري كمان بموية حلوة عادية، موية مقطرة، موية عادية طبعا بلاشي موية عادية. هذا اليوم الثاني حيكون الري بمياه عادية فقط، وإن شاء الله بكرة حنشوف النمو أيضا الواضح للنباتات والتربة اللي موجودة هنا.